ننتقل مع حضراتكم إلى المحور الثالث في هذه المحاضرة، وهو الموازنة بين الأعمال الشرعية من حيث أولوية الدعوة إليها. على الدعاة إلى الله الإحاطة بمراتب الأعمال الشرعية قبل دعوتهم إلى الله تعالى، فالأعمال الشرعية كما رأينا قبل قليل متفاوتة، والنبراس الذي يحدد للدعاة أولوياتهم في الدعوة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، إذ قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذه موازنة بين الأعمال الشرعية في الدعوة، نبدأ بتأسيس التوحيد وغرس الإيمان في القلوب، ثم نبدأ بالواجبات الشرعية بالصلاة، فهي الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم بعد أن يستقر الإيمان في قلوب الناس ثم يبدأون بالصلاة، بعد ذلك نبدأ بالحديث عن الصدقة وتعليمهم أحكام الصدقة وما وراءها من أحكام الإسلام ومنهياته، فلا نأتي بالإسلام جملة ونفرضه على الناس ليطبقوه جملة، أنك إذا أتيتهم بالإسلام جملة وطلبت به طالبتهم بتطبيقه بشكل مباشر سينفرون من هذا الدين. وهذه سياسة الشريعة الإسلامية في تطبيق الأحكام وتنزيلها على الواقع، لذلك رأينا أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل متدرجا منجما بحسب الوقائع، وكذلك الأحكام الشرعية لم تأتي جملة واحدة وإنما جاءت متدرجة. وجميعكم يعلم كيف أن الخمر لم يحرم مباشرة وإنما حرم على التدريج. تقول عائشة رضي الله عنها: إن أول ما نزل من القرآن شيء من المفصل، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الحلال والحرام، فلو كان أول ما نزل لا تترك الخمرة لقال الناس لا نترك الخمرة، كان أول ما نزل أترك الخمرة لقال الناس لا نترك الخمرة أبدا. وهذا من السياسة في تربية الأمة وتنشئتها خطوة خطوة ودرجة درجة، وترقيتها في سلم الرقي درجة درجة. وهذا علم كامل وفقه كامل في الشريعة يسمى فقه التدرج في تطبيق وتنزيل الشريعة الإسلامية، وينبغي على الدعاة إلى الله والعاملون على إعادة تطبيق الشريعة أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعطوه حقه. ننتقل إلى محور آخر، وهو الموازنة بين المنهيات ومراتبها. قبلا كنا نتكلم عن الموازنة بين الأعمال الشرعية ومراتبها، الآن الموازنة بين المنهيات ومراتبها. فكما أن الأعمال الشرعية لها مراتب متفاوتة، كذلك المنهيات الشرعية متفاوتة المراتب، وقد وردت أحاديث كثيرة تبين رتب المنهيات. من ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وفي رواية أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين
وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ففي هذه الأحاديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مراتب المنهيات، ويجعل أعظمها الإشراك بالله وأن تتخذ مع الله الأنداد، ثم جعل بعد ذلك عقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويدخل فيها قتل الأولاد خشية الفقر والإملاق، وخيانة حرمة الجوار بانتهاك عرض الجار، وكذلك خيانة الأمانة بشهادة الزور أمام القضاء لتضيع حقوق الناس بالباطل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذا الحديث يضع الحدود بين الحلال والحرام، ويجعل للحرام حما حوله كي لا يقترب منها الإنسان المسلم. وهذه الحمى تتمثل بالشبهات التي لم يتبين فيها الحل من الحرمة. فعلى المسلم في هذه الحالة تجنب الشبهات خوفا من الوقوع في الحرام والاقتراب منه. هذه جملة أحاديث في المنهيات. من هذه الأحاديث يتضح لنا أن المنهيات الشرعية ليست في مرتبة واحدة، بل هي مراتب متفاوتة، فأعلاها الكفر بالله تعالى، وأدناه المكروه تنزيها وخلاف الأولى. والكفر أيضا درجات بعضها دون بعض، وأعلى مراتب المنهيات الكفر، وهو مراتب، وأعلى الكفر كفر الإلحاد والجحود، وهو كفر الماديين في كل عصر، وعليه قام الكفر الشيوعي، ودون ذلك الكفر كفر الشرك، ككفر عرب الجاهلية وشرك البوذيين، ودون هذا الكفر كفر أهل الكتاب، ودونه كفر النفاق. والشرك أيضا أنواع، أو الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالأكبر أن يتخذ لله ندا يحبه كما يحب الله، والأصغر الشرك الأصغر الرياء والحلف بغير الله والنذر لغير الله والخوف من غير الله. والنفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر نفاق العقيدة، والنفاق الأصغر نفاق العمل والسلوك. والمحرمات أنواع وأقسام: هناك ما هو محرم لذاته، وهناك ما هو محرم لغيره. المحرم لذاته ما كانت المفسدة فيه ذاتية، ومنه الكبائر كقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين وقطع الرحم وشهادة الزور واليمين الغموس وشرب الخمر والزنا واللواط والانتحار والغصب والرشوة وترك الفرائض الأساسية، وكذلك كبائر معاصي القلوب كالكبر والحسد والرياء. وهناك المحرم لغيره، وهو ما كان غير محرم وإنما حرم لما يؤدي من مفاسد، كالنظر للأجنبية والخلوة بها، ليست محرمة لذاتها وإنما لما تفضي إليه من مفاسد. قد يكون هناك تفاوت في المعصية الواحدة أيضا بحسب الحيثيات التي تحيط بها. فالزنا بالمتزوجة أكبر إثما من الزنا بغير المتزوجة، والزنا بالجارة أقبح من الزنا بغيرها، وزنا الشيخ ليس كزنا الشاب، وهكذا. كما أن المحظورات متفاوتة فيما بينها، فظلم الغير أفظع من ظلم النفس، ومعاصي القلوب أفظع من معاصي الجوارح. كما أن المعصية في زمان مفضل أو مكان مقدس
ليست كالمعصية في غيرها، والمعصية الصادرة عن عالم ليست كالصادرة عن جاهل، والمجاهر بالمعصية ليس كالمستخفي، والمعصية الفردية ليست كالمعصية الجماعية أو العامة، والمعصية في حق الله ليست كالمعصية في حق العبد. وبعد الكبائر والمحرمات تأتي الصغائر والمكروهات، والضابط في التفريق بينها هو عظم المفسدة أو صغرها. وفي ذلك يقول الإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر. فمن شتم الرب أو الرسول أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو إلى آخره فهذا من أكبر الكبائر، ولو لم يصرح الشرع بأنه كبيرة. فكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم، مع أنه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم سيستأصلونهم بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغتنمون أموالهم ويزنون بنسائهم ويخربون ديارهم، فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. وبعد الصغائر تأتي الشبهات، وهي ما لا يعلم حكمه كثير من الناس ويشتبهون في حله أو تحريمه، فهذه ليست كالمحرمات المقطوع بها. بعد هذا العرض المحرمات نرى أنها مراتب، وعلى الدعاة إلى الله أن لا ينهوا عن المنكر الصغير قبل النهي عن المنكر الكبير، وعليهم أن يراعوا الترتيب في نهي الناس عن المنكرات. وأيضا من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه العصور التي تعمها الجاهلية لا بد أن يراعي هذا الترتيب ويضعه في عين الاعتبار.